حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد في هذه التغطية الخاصة ساعات قبل انتهاء المهلة أمام الكنيسة والبرلمان الإسرائيلي لتشكيل الحكومة الإسرائيلية والذهاب نحو انتخابات ثالثة في إسرائيل خلال عام واحد. ينضم إلي في الاستوديو سيد شاي بازاك المستشار الإعلامي الاستراتيجي، مرحبا بك معنا. سيد شكيب شنان من جديد مرحبا بك، وينضم إلي عبر خدمة سكايب عود بشارات الكاتب والمحلل السياسي. سيد شاي دعني أبدأ معك، هل يمكن القول بأن المعركة الانتخابية القادمة هي معركة ستحسم مصير بنيامين نتنياهو السياسي وهذا مرتبط بمصير الساحة السياسية في إسرائيل؟ انظر الجهاز السياسي أو جهاز منظومة الانتخابات، معركة الانتخابات المقبلة لن تحدد مصير نتنياهو، لأنه على ما يبدو أن مصيره قد تقرر وحسم. على ما يبدو سينتصر في الانتخابات التمهيدية القريبة والنتائج ستفضي إلى نفس نتائج الانتخابات ولن تغير على كتلة اليمين ونتنياهو ولا على كتلة اليسار، ستنتهي تقريبا نفس الشكل. السؤال ماذا سيحدث بعد هذه الانتخابات؟ وبما أنه في غضون 20 يوما يجب أن يطلب نتنياهو الحصانة بالنسبة لمواجهة الملفات الجنائية ضده، إما إن لا يطلب وحين تبدأ الملفات الجنائية خلال عملية أو منظومة معركة الانتخابية، وحين فعلا انتصر سيضطر لتشكيل حكومة بينما يواجه الملفات الجنائية، وفي حال طلب الحصانة فحين سيضطر المسألة تتوجه الانتخابات حول ملاحقته قضائيا، ولا نعرف كيف سيؤثر ذلك على قدرات تشكيل حكومة وتستمر الأمور كما ذلك. ويجب أن نذكر أنه في غضون أسبوعين ستتم انتخابات تمهيدية في الليكود، على يبدو أنه سينتصر على جد الأنصار ولكن هناك معسكر مضاد له في الليكود. نعم سيد شنان، نعود إلى هذه القضية واستكمالها فيما يتعلق بالمتوقع في الانتخابات القادمة إن جرت، خصوصا بقضية المعسكرات وملفات الفساد التي قدمت ضد بنيامين نتنياهو. كنت تتحدث عن موضوع بأن بعض من أطياف معسكر اليمين وخصوصا الليكود قد يتحول في هذه القضية. قبل ذلك عطفا على ما قاله السيد بازاك، نتنياهو حتى إذا قدم طلب لحصانة بعد هذه الليلة لن يكون هناك من يستطيع أن يبت بهذا الطلب، وهذا الأمر يتوافق مع إرادته، بمعنى أنه تأجيل موضوع الحصانة ربما يستطيع أن يأتي بنتيجة انتخابات أخرى تعطيه قانون الحصانة. يعني كل ما قاله السيد بيني غانتس على في الأيام الأخيرة يا نتنياهو اعلن عن تنازلك عن الحصانة، وأجابه أن هذا سبين لا أريد أن أرد عليه، هو حقيقة. يعني حتى ما حاولوا اليوم بعد الظهر في الكنيسة وكأنه المتحدث باسم نتنياهو في نهاية المطاف ألغى كل وجود هذه الفكرة، وكأنه نتنياهو يفكر في الإعلان عن رغبته في التنازل عن الحصانة. نتنياهو منذ شهرين أخذ قرار بالذهاب إلى الانتخابات بأمل أن بعد أن أدرك أنه لن يستطع الحصول على حصانة ولا تمرير قانون الحصانة في هذه البنية السياسية الموجودة اليوم في الكنيست، قرر أن يلغيها ويحاول من الذهاب إلى انتخابات إضافية لعل وعسى يحصل على نتيجة تعطيه 61 بدون إيفيت ليبرمان. ولكن كما قال السيد شاي بازاك، نحن لسنا من المتنبئين ولا نستطيع أن نقول أن اليوم نتنياهو لديه الفرصة للحصول على 61. وهنا الجواب على سؤالك، يوجد بين 3 إلى 4 مقاعد لليمين الليكودي التي لا تريد أن ترى نتنياهو يستخف ويلغي سيادة القانون في إسرائيل داخل الليكود. في داخل الليكود يعني دان ميريدور وهي الشخصيات ليست أشخاص مقطوعة من القواعد الجماهيرية، هنالك قاعدة جماهيرية كبيرة في داخل الليكود تحب دولة إسرائيل وتريد دولة إسرائيل وتريد الحفاظ على سيادة دولة إسرائيل، وترى في عملية تقديم لوائح الاتهام. شو الفرق بين انتخابات سبتمبر وانتخابات مارس؟ كانت شبهات فساد الآن تهم، هناك كان يتحدث عن شبهات، الآن أصبحت حقيقة واقعة اسمها لوائح اتهام ضد رئيس حكومة بالرشوة
وهذا الأمر في هنالك جدال قانوني كبير. يعني اليوم الصبح أقامت النائبة ريفيتال سويد في الكنيسة اجتماع كبير تحت شعار الحفاظ على سيادة القانون، وكان هناك تبادل بين كبار رجال القانون في إسرائيل، تبادل آراء، وكان عدم توافق بين من يؤيد استمرار نتنياهو ومن يعارض استمرار نتنياهو. وكما قلنا وجود التماس في محكمة العدل العليا وطلب محكمة العدل العليا من المستشار القضائي للحكومة أن يجهر بموقفه حتى يوم الأربعاء القادم، يجب عليه البت في القضية. لا مش قضية البت، عليه أن يعطي جواب لمحكمة العدل العليا، والمستشار القضائي للحكومة لا يستطيع أن يتهرب من إعطاء الجواب. طيب. يمكن يطلب تأجيل، أعطوني بعد وقت، هذا من ناحية قانونية أريد أن أدرس الأمر، وكذلك يجوز، ولكن في نهاية المطاف سيكون عليه قبل الانتخابات أن يجزم موقفه. طيب ابقى مع سيد شنان. ننتقل من جديد إلى البرلمان الإسرائيلي حيث يتواجد أدهم حبيب الله مراسلنا. أدهم مرحبا من جديد. هل لازالت الأجواء في الكنيسة تدل على أن الاتهامات هي التي تعنون ما يجري في هذه اللحظات بين الأقطاب التي حاولت أن تحل العقدة السياسية ولم تنجح، على رأسها غانس، نتنياهو، أيضا أفيكتور ليبرمان؟ نعم مهند، وأيضا استمرارا لحديث ضيفك السيد شكيب شنان، المدعي العام في إسرائيل شاي نيتسان والمنتهي أيضا ولايته خلال الأيام القريبة، تحدث وقال لا يعقل لدولة ديمقراطية حديثة أن تذهب إلى صناديق الاقتراع بسبب وضعية قضائية لرئيس حكومة. واضح أن هناك انقسام في إسرائيل بين تيارين، تيار المركز واليسار والذي يشدد على أهمية وجود رئيس حكومة بدون لوائح اتهام، وأيضا بين معسكر اليمين والذي يرى بنتنياهو المنقذ، وفي حال لم يكن نتنياهو فإن الوضعية السياسية لهذا المعسكر ستكون بالطبع معقدة جدا، وأيضا لربما قد تكون هناك أو يكون هناك نوع من التغيير في عدد المقاعد وأيضا في الوضعية السياسية وشعبية هذا المعسكر. ولذلك نشاهد أن البلوك أو هذا المعسكر ما زال يؤمن أن نتنياهو هو المنقذ في هذه المرحلة، ولذلك الجميع يتحدث عن الوضعية القانونية بالنسبة لبنيامين نتنياهو، وهي عنوان أيضا المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالانتخابات. هذا ما قاله أيضا بعض النواب اليوم في الكنيسة. ضعني في صورة الأجواء في الكنيسة، لم تجبني على السؤال ساعات ما قبل انتهاء المهلة للبرلمان الإسرائيلي بتشكيل الحكومة. نعم نعم الدقائق التي بقيت. نعم مهند. نعم فقط للعدد. طيب. المهلة انتهت. تفضل أدهم. رسميا بقي ساعات. نعم يعني بالطبع إذا كنت سمعت السؤال جيدا، بالطبع الجميع يتحدث الآن عن عملية التصويت والاستعداد للانتخابات، يعني هذا الشيء مفروغ منه بالطبع، ولكن السؤال الآن أو الجميع يتحدث عما سيحدث منذ صبيحة يوم الغد، كيف ستكون المعركة أو الحملة الانتخابية في إسرائيل، أي شعارات ستحمل هذه الانتخابات، لوائح الاتهام من جهة، وأيضا هناك مسألة جدا معقدة فيما يتعلق بوضعية القانونية بالنسبة لنتنياهو أيضا في المرحلة الانتقالية، هل يستطيع إدارة الدولة تحت لوائح الاتهام؟ وهذا الآن الجواب مطروح عند المستشار القضائي للحكومة الذي قدم توصية للكنيسة، قدم توصية لرئيس الدولة. قانون أساس الكنيسة لا يمنع من نتنياهو، ولكن السؤال المطروح هل هو فعلا قادر في ظل لوائح الاتهام إدارة الدولة؟ وبالطبع يعني هذه التساؤلات الآن وضعت إسرائيل في مأزق سياسي الجميع يتحدث عنه منذ عام، قبل عام بالضبط مهند لم تكن الوضعية فيما يتعلق بلوائح الاتهام إنما الإطاحة بنتنياهو، فيما بعد الجميع يتحدث عن الإطاحة بنتنياهو وإنهاء عهد نتنياهو، الآن القضية تتعلق بلوائح الاتهام والفساد التي تحوم نتنياهو، ولذلك الجميع يتساءل نعم كيف سينطلق اليسار الإسرائيلي والمركز في حملة من أجل استقطاب والمحافظة على القوة البرلمانية، في المقابل كيف سيسعى نتنياهو إلى حصر جميع الأصوات داخل معسكر اليمين، علما أن اليمين على ما أعتقد خسر قرابة 200,000 ناخب في الانتخابات الأخيرة. أدهم حبيب الله شكرا جزيلا لك، سأعود إليك في إطار التغطية. سيد بشارات أعود إليك مرحبا بك من جديد. هل يمكن القول بأن تقديم لوائح الاتهام ضد بنيامين نتنياهو ستسيطر على أجواء الحملات الانتخابية
في الانتخابات القادمة؟ بالطبع يعني هذا الأمر هو أمر أساسي، لأن الانتخابات يعني هي مبنية على هل سيتم إعطاء نتنياهو الحصانة البرلمانية، هل سيطلب ذلك بالأصل أم لا، وهي مبنية أيضا على يعني محاولات نتنياهو أن يبقى في سدة الحكم حتى تمر المرحلة الصعبة والحرجة بعيد تقديم لوائح الاتهام. وهنالك سيناريوهات عديدة، ولكن في مجملها يمكن القول أن نتنياهو في ورطة ومكبل في أي مسار يمكن الذهاب إليه ومكبل جدا. إصلاحات الرأي الأخيرة التي عرضت أمس في التلفزيون تدل في أحد القنوات أن نتنياهو يعني سيحظى ب 52 مقعدا، يعني هو سيكون الكتلة الأكبر، ولكن معسكر اليمين سيكون 52 مقعدا. هنالك حديث عن 60 مقعدا لمعسكر بيني غانتس والمشتركة بدون ليبرمان. ولذلك هذه السيناريوهات يعني صعبة جدا ومقلقة جدا، وهو يتخبط باعتقادي أن نتنياهو يعني من بعيد يمكن النظر وكأنه يعني تعرف هو شجاع وقدير ويملك كل الخيوط. الآن الخيوط يعني تخرج من يديه خيطا خيطا، وهو في نهاية الطريق إذا لم تكن مفاجآت. طبعا هذا كل الحديث، ولذلك لوائح الاتهام ستكون أمرا أساسيا. والأمر الثاني الذي من الممكن أن يلعب كحول فان بقوة عليه أنه لا يمكن ولا يقبل أن يكون في حكومة يرأسها إنسان مقدم ضده ثلاث لوائح اتهام، وهذا الأمر سيلعبون عليه بشكل جدي. والخاسر باعتقادي الخاسر بشكل معين بعد أن كان يعني يمتطي الموجة بأنه هو الذي يحافظ على سلطة القانون هو ليبرمان، الذي كما يقال بالعربية خرج من المولد بدون حمص، وهو الآن يظهر وكأنه يعني استطاعت رأي تقول مثلا أن بيني غانتس مسؤول 5% فقط أو 5% من الجمهور يقول أنه مسؤول عن التدهور نحو الانتخابات، 41% أو أكثر من 40% يقولون نتنياهو، أكثر من 20% يقول ليبرمان. ولذلك باعتقادي أن هذه الأمور مجموعة من الممكن أن تصب في مصلحة كحول لافان، وباعتقادي أن هذا الأمر أفضل بكثير، مع أن هنالك من يقول أن المحكمة يجب أن تقرر والمصدر القضائي يجب أن يقرر ما هي وجهته بالنسبة لإمكانية أن يقوم إنسان متهم أو مقدم ضده لوائح اتهام بتشكيل الحكومة. أنا باعتقاد أن من المفضل أن يقرر الجمهور في ذلك ما دام وصلنا إلى هذه المرحلة، لأن الجمهور كما يظهر هنالك يعني نوع من اليقظة الآن، وهذا الأمر يعني نشره داخل الليكود نفسه. لأول مرة تقوم قوة جدية داخل الليكود التي تهدد نتنياهو الذي كان الملك الوحيد داخل هذه الساحة. الآن هذا الأمر ليس محسوما وليس واضحا. جدعون صار يشكل بديلا قويا وندا قويا، وبالتالي خسارة هذا الجناح داخل الليكود سيؤثر سلبيا على قوة، حتى لو نجح نتنياهو والدلائل تشير أنه سينجح في الانتخابات الداخلية، ولكن سيؤثر سلبيا على مدى استعدادية هذا الحزب بكافة أجزائه للدخول في معركة الانتخابات العامة. ولذلك باختصار من الممكن القول حقا أن الانتخابات تدور حول هذه الأمور، ولكن هي تدور أوسع من ذلك، حول الأخلاقيات في إسرائيل، حول مسائل الفساد، كيف من الممكن التصدي لمن يحاول يعني هدم السلطات القضائية. هذه الأمور هي أكبر من قضية حملات أو لوائح اتهام ضد نتنياهو، هي أكثر تتعلق بجوهر وجود الدولة، بجوهر نظامها، بجوهرها ديمقراطي، إلى أين سيفضي المسار. وعلى هذا الأمر باعتقادي أن هذه الانتخابات سيتم التركيز عليها. سيد شاي، أنتقل لك الجديد. هذه الانتخابات الثالثة هل هي اختبار حقيقي لمعسكر الوسط واليسار، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لبنيامين نتنياهو بالتحديد؟ بالطبع انه اختبار
مثير جدا. إذا كانت الأحزاب في اليسار أو باليمين الأحزاب الصغيرة لم تتوحد فهناك احتمال أن إحداها لن تجتاز نسبة الحسم وهذا يستطيع أن يغير الخارطة السياسية بأكملها. هذا اختبار الأول. من ناحية أخرى نرى استطلاعات الرأي التي له في حال أن لم يرتكب أي حماقات أو أخطاء فإن الخارطة السياسية ستبقى تقريبا على حالها. يجب أن نذكر أن استطلاعات الرأي هي دقيقة إلى حد كبير. بعد معركتي انتخابات هذه السنة يعتمد المستطلعون على أسئلة من صوت في المرة السابقة. وبالعموم هناك دقة كبيرة. أين ذلك في الانتخابات للمرة الثانية؟ فجأة كانت استطاعت الرأي دقيقة جدا بعكس الانتخابات الأولى. وهذه المرة ستكون دقيقة جدا. بحسب معظم استطاعت الرأي ستبقى الخارطة السياسية كمية. الأمر هذا يستطيع أن يؤثر. هناك انتخابات تمهيدية في الليكود طلب الحصانة. وفي حال لم تطلب الحصانة ستباشر بمحاكمة نتنياهو. يوجد اتصالات واتحادات بين الحزب المعسكر الديمقراطي ميرس وحزب العمل قد يتوحدان. وفي حال لم يتحدا ربما لن يجتاز احدهما نسبة الحسم. في اليمين ربما ستكون حزبين صغيرين انقسما. ليس واضحا اذا كانا سيجتازان نسبة الحسم. هذه النقاط المركزية. نعم اوتسما وليس يمين البيت اليهودي والمعسكر الوطني ويمين سوية. وحين يوجد اليمين الجديد وفيغن شظايا أحزاب يجب أن تجتمع كي لا تنزل تحت نسبة الحسم ولا تضيع أصوات. صار ماذا يحدث في هذا الجانب؟ ولكن في الجانب الآخر في حال تصرف الجميع بشكل جدي ستبقى الخارطة كما هي ما عدا أن حالة نتنياهو ستكون مختلفة ومعسكر نتنياهو ربما يختلف. أرجح أن بعض الانتخابات المقبلة فإن الرهان هو أنه ستقام بشكل أو بآخر حكومة وحدة وطنية. معسكر الوسط واليسار هل هو أمام اختبار حقيقي الآن سيد جنان؟ بدون شك هناك كما تفضل الزميل بشارة. يعني لن تكون هناك فرصة عفوا على المقاطعة أكثر من أن يكون المنافس شخص مقدم ضد روائح اتهام. لن يكون. المجتمع الإسرائيلي بسواده الأعظم يميل إلى اليمين وليس اليمين الاقتصادي، اليمين الأمني. صحيح السياسة. هاي الحقيقة الموجودة والأمر لم يتغير. يعني أنت تخيل ثلاثة قادة أركان مجرد إعطائهم صبغة اليسار لا يحصلون على تأييد الشارع الإسرائيلي. الشارع الإسرائيلي زنخون إن بيمت الشارع الإسرائيلي بمعظم بسواده الأعظم يمين. ليس 50% 50% ليس صدفة حاول بيني جانس الامتناع عن الظهور بمظهر اليسار وتحدث عن مركز يمين. يعني لأول مرة عوفر شلح في هذه الليلة أعلن أن حزب كحول لبان يؤمن بقضية دولتين لشعبين. أنا أتوقع أن جابي إشكنازي وبوغي يعلون وتفي هاوزر وهندل وغيرهم لن يوافقوا على مثل هذا الطرح. بنجد تمسبرين. دعنا نتحدث بالأرقام. في إسرائيل زميلي هنا محق يوجد 50% يمين 25% وسط و25% يسار وخمسة لا غير معرفين. هذه الخارطة السياسية ولذلك فما يقوله هو محق. يعني إذا أنت بكتب قراءة صامتة للمجتمع الإسرائيلي انعدام وجود شريك فلسطيني حقيقي. يعني قضية غزة شكل وقضية الضفة شكل وقضية المستوطنات هنالك أمور ليست بسهلة. يعني جدعون سعر من أجل أن يتحدى نتنياهو لم يذهب ليكون من المركز واليسار، ذهب إلى خان الأحمر وذهب ليقول حل قضية المستوطنات لا تأتي فقط بالحديث، يجب أن نقوم بأمور فعلية، يجب عملية البناء لمنع التواصل الفلسطيني في القدس. يعني هناك تحديات في داخل اليمين، الصراع يميني ليس يسار. يجب من بعد إذنك أن نذكر أن جدعون سار ينافس في الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، وانتخابات التمهيدية في الليكود هي قرابة 100,000 ناشط، وعادة الناشطين هم أكثر تطرفا من المصوتين بشكل عام ولذلك يتحدثون بشكل متطرف أكثر. يعني بيقول الأستاذ شاي موضوع تركيبة 100,000
منتسب في داخل الليكود. هذا الصراع صراع من هو أكثر متطرف. صحيح. يعني جدعون سعر لا يعلن أنا أريد الذهاب لهذه المعركة نتيجة أنه نتنياهو في ضد لوائح اتهام، لا، يقول أنا أذهب إلى هذه المعركة من أجل إنقاذ حكم اليمين في إسرائيل وإبقاء اليمين على سدة الحكم، لأن نتنياهو لا يستطيع تشكيل حكومة. هذا الطرح الذي يطرح، لا يطرح أمور ثانية. ولكن على الرغم من ذلك سيد شنان، في توازي بعدد مقاعد المعسكرات. بدون شك. اليمين والوسط واليسار. بدون شك. لا 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 لا. يش شفيون بين ميشيل يوجد تعادل بين من يرغب بنتنياهو ومن لا يؤيد نتنياهو. هذا ليس يمين أو يسار، أنه باليمين تنياهو فقط. السؤال المطروح إسا في المعركة الانتخابية، معسكر كحول لبان يجب أن يذهب فقط على رأس نتنياهو. يعني إذا جدعون سعر غلب نتنياهو لن يستطع كحول لبان أن ينتصر على معسكر اليمين، على معسكر اليمين. بقاء نتنياهو هو الفرصة الوحيدة التي تسنح أمام كحول لبان يعني إذا عمير بيرتس يتغنى بالعناق مع أورلي ليفي أبوكسيس، لن إلى أين يذهب ذلك؟ يعني أعطوه قالوا له تعال خذ رئيس دولي وما كانش، وأعطوه تعال خذ تناو وما كانش، ولا يريد أن يلتئم مع المعسكر الديمقراطي. حتى يعني اليمين اللي تحدث عنه شاي أقل بكثير الخلاف الموجود غاد، هن ممكن يختلفوا على أشياء بسيطة، أما الخلاف الموجود بالمعسكر في داخل ولكن معسكر اليمين سيد شنان بسبب الخلاف داخله حول يهودية دينية الدولة، عفوا دولة علمانية أو متدينة، أدى في نهاية الأمر إلى وجود خلل داخل معسكر اليمين وما يقوم به ليبرمان. هذا الأمر غير مطروح أبدا. يعني اليمين الإسرائيلي يستطيع أن يعيش مع اليهود المتزمتين، قسم منهم لا يعترف بدولة إسرائيل. ما الذي أفشل معسكر اليمين ولا يقبل أن يكون وزير فيها؟ ما الذي أفشل معسكر اليمين في تشكيل حكومة مرتين؟ نتائج الانتخابات ووجود نتنياهو على الوضع. لذلك أنا أقول الفرصة السانحة أمام معسكر كحول لبان أن يقوم بالانتصار على نتنياهو. هذا يعود بسؤالي إلى أي مدى يمكن أن يستطيع كحول لبان واليسار إذا لم يأخذ صبغة اليسار، وهم لا يريدون أن يحملوا على جبينهم يعني خلينا نقول قضية حكومة مقلصة مع القائم المشترك، هي حردبة كبيرة على ظهرهم. ما شيء أخي بخيرون، ماذا سيكون بعد الانتخابات؟ سهل بسيط جدا. أولا جدعون سار في الانتخابات المهدية إذا حصل على أكثر من 20 أو 30%، هذا إنجاز كبير له وسيسعده. لا أحد يتوقع سيمر 30 تذكر، ولكن لا يتوقعون أن ينتصر على ينتصر نتنياهو وتغلب عليه. المشكلة في داخل الليكود الآن، المشكلة في داخل الليكود الآن هي ليست صراع بين جدعون سار ونتنياهو، هي الصراع بين ورثة نتنياهو. كل الورثة لا يريدون إعطاء بعد نتنياهو هذا. ولكن ماذا سيحدث في الانتخابات؟ سننتهي من الانتخابات تقريبا بنفس النتائج. نتنياهو سيصبح رئيس حكومة 5 أشهر إضافية 6 أشهر إضافية حتى تشكل حكومة جديدة. هذا ما طلبه أصلا، سيفعل كل ما يريد فعله، وسيتواجه انتخابات جديدة وسيباشر بمحكمته أو الحصانة أو يخوض هذه المسألة كرئيس حكومة. بعد الانتخابات المقبلة وفي أنهيناها بنفس الحال، لن يكون مفر وستشكل حكومة وحدة. ليبرمان سيكتب ذلك ويلزم ذلك على كحول لبان والليكود وغيرهم، والمختلف سيكون أن نتنياهو لن يكون مفر أمامه إلا أن يتغيب من البداية. وكين سيكون غانتس في البداية رئيس حكومة، نتنياهو حصل على نصف السنة الأولى له وسيخرج ليتغيب عن الحكومة، وسيكون قائما بأعمال رئيس الحكومة وسيبقى بمنصب تأثير داخل الكنيسة
الكنيست وما إلى ذلك ورئاسة الليكود، ولكن بعد سنتين على ما يبدو لن يعود لأن المحكمة لن تنتهي في غضون سنتين، سيضطر أن يأتي شخص آخر من الليكود وحين سيكون صراع فيما بينهم. هذه القصة، ويمكن ويكون أن أضمن لك ذلك من الآن. من المؤسف أن نتوجه إلى ثلاثة انتخابات وشهرين من الفوضات، لأن هذا ما سيكون في نهاية المطاف. التحليل عقلاني قريب إلى الواقع، ولكن الأمر يتعلق بنهاية المطاف بما سيتمخض عنه نتائج الاقتراع على الصندوق. يعني آخر إشي، إذا استطاع المعركة ستكون قاسية جدا. يعني اللي قالوا يائير لابيد اليوم، ستكون معركة انتخابية قاسية وليست بسهلة، وستكون لها أبعاد كبيرة للشارع الإسرائيلي. إذا تم حس، إذا بقيت النتائج كما هي، أنا أقبل هذا التحليل بشكل كامل. أما إذا كان مقعد واحد فوق 35 مع كحول لبان، ومقعد واحد أقل من 33 مع حزب الليكود، سيكون هناك تغيير. شكيب شنان الخبير الشؤون السياسية الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك حتى اللحظة. سيد شاي بازاك وسيد عدب شراط ستبقون معي. مشاهدي الكرام، دعونا نخرج لفاصل قصير ونواصل، فابقوا معنا.